السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله بغيت نحضر لكم واحد الفطيره في الفرن، سهله وبسيطه بالكفته والخضر، سهله التحضير بحال هكا الوجبه للعشاء او الفطور ديال رمضان ان شاء الله. تبعوا معايا. هنايا الخضر عندي خيزو محكوك، قرعه خضراء محكوكه، بصله مشلضه، فلفل الوان مقطع قطع صغيره، قزبر معدنوس، ثلاثة دروس ديال الثومة مقطعين. والتوابل عندي فلفلة حمراء، معلقة ديال الفلفلة حمراء، معلقة ديال الزنجبيل، معلقة كركم، ومعلقة ديال الفلفل الأسود، وشوية الملحة، ونضيفوا لها شوية زيت الزيتون، ودرناها فوق النار كطيب. هنايا العجين عندي نص كيلو ديال الفورص أبيض ممتاز، جوج معالق كبار ديال زيت الزيتون، جوج معالق ديال الخميرة فورية ومليحة، ومعلقة كبيرة ديال السكر سنيدة. نعجنوه هنا بربعة ديال الحليب يكون دافي. ملي غنعجنو العجين نخليوه ترتاح واحد نصف ساعة، من بعد شوفوني شنو غادي ندير لهاد الفطيرة. هادي الكفتة راه هي من بعد عاد غادي نضيفها الخضار باش تبقى ليا شوية طرية. نتمنى هاد الفطيرة تنال الإعجاب ديالكم، نتمنىكم انكم تجربوها لانها كتوجد بسرعه وتسهل التجربه، لانها سهله وبسيطه، ما كتاخذش منا واحد المجهود كثير او مقادير كثيره. وشكرا لكم مسبقا، شكرا بزاف، والى اللقاء. شحال لعبناها وكي طلينا لوسط البير، على خيالنا شحال ضحكنا، كنت صغيره وكنت صغير، يا ريت وكاننا كبرنا. تلاقاو لول مرة وتلاقينا، فكرنا مع بعض لي سوفينير، ليام لي ضاعت ما منا. كي كنت صغيرة وكنت صغير في البير صغير، شحال لعبنا وكي طلينا لوسط البير، على خيالنا شحال ضحكنا، كنت صغيرة وكنت صغير، يا ريت لو كان ما كبرنا. ليلة ليلة وكيف ندير، قولي لي شو عدير، انا من غيرك ما نزيد ندير وغيرك ما نحب انا. ليلة ليلة وكيف ندير، قولي لي شو عدير، انا من غيرك ما نزيد ندير وغيرك ما نحب انا. ويلا ضاروا بين العديان ومعاهم الزمان ضار علينا، قولي لي مالك كيف ندير، ويل حنايا تفارقنا. كنت صغيرة وكنت صغير، يا ريت لو كان ما كبرنا.
سوفانير ليام لي ضاعت ما مرنا كي كنت صغيرة وكنت صغير في البير صغير شحال لعبنا وكي طلينا لوسط البير على خيالنا شحال ضحكنا كنت صغيرة وكنت صغير يا ريت وكاننا كبرنا تلاقاو لول مرة وتلاقينا تذكرنا مع بعض لي سوفنير ليام لي ضاعت ما مرنا كي كنت صغيرة وكنت صغير في البير صغير شحال لعبنا وكي طلينا لوسط البير على خيالنا شحال ضحكنا كنت صغيرة وكنت صغير